عملنا الباب اهو اللي وعدناكم ان احنا هنعمل باب في المكان ده، باب تاني هنا في المكان ده هنعمل باب، علشان لما باجي افتح فجأة اتفاجئ ان في حمامة طارت من المكان ده. فهيكون الباب التاني الحمامة اللي تخرج تكون داخل الباب الاولاني ده، هيبقوا بابين يعني. فالباب سلك، لكن اللي عطلني في تركيب الباب حصل كارثة او حصل حاجة ضيعت نص الحمام. هنقول لكم ايه السبب برضه عشان كل واحد يخلي باله لو عنده المشكلة دي. قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتعالى على طول نبدأ الفيديو. دي زغاليل اللي هي خدت الخميرة. الزغاليل دي كانت مسيفة ومقطعة اكل خالص، كانتش بتاكل. الحمد لله هوري لك دلوقتي. هي الزغاليل انا من امبارح ما حطيت لهمش اكل، هنشوف الوقت لما احط لهم اكل هنا الزغاليل دي هتعمل ايه. انا كنت عازلهم كده، اللي يروق يروق واللي يموت يموت، فكنت فاقد فيهم الامل. هنشوفهم دلوقتي بعد الخميره بقى اكلهم ازاي، عشان برضو الناس تبقى عارفه ان ما بقولكش اي حاجه غير كون مجربها. شايفين الزغاليل جاعت وبسم الله ما شاء الله ملت، بقى فيها صدر كويس. هي زغاليل زاجل الوان مختلفه، لكن والله فرقت جدا. هم بقالهم الخميره 4 5 ايام، فرقوا جدا. لو انا عايز اذبحهم اذبحهم، عايز ابيعهم هبيعهم. الزغلول بسم الله ما شاء الله اصبح. هنشوف اي واحد كده، شوف اي زغلول اهو بسم الله ما شاء الله. الصدر اللي كان مسيف ميلة لدرجه كبيره جدا، الزغلول مال ايدي اهو بسم الله ما شاء الله. الصدر بتاعه هنشوف اضعف واحد فيهم، ده كان اضعف واحد فيهم، كان هيموت، لكن اتحسن بنسبه كبيره جدا جدا. انا هستنى كده يومين، هستمر على الخميره يومين في الاسبوع، واسيب لك برضو دلوقتي طريقه الخميره وهي بتفور. وتعالى على طول نشوف موضوع اللي حصل، الكارثه اللي حصلت والحمام اللي طار منه. الشباك بتاع الاوضه اللي فيها الحمام زي ما حضرتك شايف كده، انا طلعت في يوم بعد ما عملت الباب ولسه هركبه، لقيت الشباك ده وقع في الارض ومفتوح تماما. هو طبعا شباك سلك كده داخل في الحيطه، مزنوق في الحيطه كده بس بدون مسامير وبدون اي حاجه، هو بس ايه مزنوق في الحيطه مش اكتر من كده. لقيته واقع في الارض بالشكل ده، قلت يا ستار يا رب. دخلت اشوف الحمام، هوري لك دلوقتي الحمام اللي راح، وانا عرفت ازاي ان في حمام ناقص، لان تاني يوم لقيت في حمام بيرجع تاني ومش عارف يدخل من الشباك اللي مسكته ومسكته. وطبعا عرفت برضو لقيت بيض متلج مفيش حد ايه رقد عليه. طيب الشباك ده وقع ازاي؟ هقول لك برضو اهو. شايف كده هو الشباك سهل ازاي ان هو متشال اهو، لكن هو انا بزنقه كده بدق عليه كده اهو ركب ازاي. هو الشباك كان كده، لكن طبعا هنشوف له بقى نجمده ونشوفه طلع وقع من فوق خالص اهو خرج تاني، هنشوف له حاجه نجمده. ازاي انا عرفت ان راح نص الحمام؟ تقريبا راح نص الحمام ده يا جماعه السايب ده، خرج من الشباك في الحركه اللي انا قلت لك عليها دي. طبعا هنجمد الشباك ان شاء الله، لكن انا عرفت ازاي. انا بقول لك كنت بحط اكل تقريبا 2 من دي في الاكله دي في الوجبه. الاكله دلوقتي بحط واحده، الحمام بياكلها وخلاص على كده. كده ده علامة. كمان في حاجة تانية دليل كمان، ان هنا ورا الطوبة اللي فوق دي، فوق السلكة دي، كان فيه قص لحم من اللي بنجهزهم للبيع. كان بيض هنا اول عش او البيض بتاعه يعني، فاحنا كنا بنختبره عشان نجهزه للبيع. طبعا تاني يوم لقيت ان البيض بتاعه ما كنتش اخد بالي يعني، لقيت ان البيض بارد، ولقيت ان تا بس واقفة كده مكان الدكر ده اللي واقف فوق ده، بدور على الذكر بتاعها ما لقيتوش. لكن هقول لك برضه انا عرفته ازاي ان هو غايب. النتاء اهي انا معلم فيها علامه سوداء، جبتها برضه هنا عشان اعطيها ذكر تاني. الحمد لله ان هو ذكر اللي راح منها، النتاء موجوده لسه، لان في عجز في النتي يا جماعه جامد. نتي اللحم الذكوره اكتر، ففضلت النتايه فاعطيتها الذكر ده ان شاء الله تبيض تاني بسرعه. لكن هو راح حمام كتير. طيب طبعا برضو الذكر انا كنت معلمه بنفس العلامة السوداء اللي هي في تحت الرقبة دي عند الحوصلة دي. طبعا محدش بيفتكر ان هي ريشة سوداء يا جماعة، دي علامة بالقلم في الماستر كده. طيب هناخد من هنا العبرة
ان الحمام اللي مطرش في المكان لو خرج من المكان تعرف ان هو مش هيرجع تاني، لان السؤال ده بيتسأل كتير. الحمام لو خرج من المكان وهو مش متعود ان على الطيران وهو كبير مش هيعرف يرجع تاني، هيتوه ويضيع في مش حد هياخده، هيضيع اساسا بدون ما حد يحبسه وبدون اي حاجة. طيب حد هيقول لي نتاية اللي ذكرها طار ده، طب هي ما كملتش ترقد على البيض ليه؟ هقول لك مش في كل الحالات، في نتاية ممكن تكمل وفي حمام ممكن ما يكملش، نتاية ممكن تكمل وذكر ممكن يكمل على البيض، وفي حمام كتير غالبا اللي مش هيكمل خصوصا ان هو كان لسه محصي بعد يوم او اتنين، فيعني ده شيء طبيعي تعرف ان الحمام مش هيكمل وممكن ترقد على البيض لغاية قبل الفأس وبعد كده تقوم من على البيض ما تكملش لما الذكر يسيبها ويطير ويطفش بالشكل ده. ده اللي استفدناه من فيديو النهاردة اللي قلت لك في البداية شفت الزغاليل، شوف كمان الحمام الكبير انا لسه ما اكلتوش اهو من امبارح ومعاه زغاليل اهو، شوف بسم الله ما شاء الله الحمام بقى جعان ازاي. الحمام بقت الخميرة يا جماعة عملت زي السحر زي ما بقول لك كده، اهو الحمام جعان بقى بيستنى الاكل ازاي. حسنت الهضم جدا، ودي الزغليل بسم الله ما شاء الله. هنقول يعني ايه الشباك وقع قدر ونصيب، مش هنقول العين بعد ما صورنا والكلام اللي بيتقال ده، الله اعلم، بس احنا بقدر الامكان لما نشوف حاجة نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنشوف بقية الحمام اللي هو طبعا ده احنا لسه فاطمين زغليلهم بسم الله ما شاء الله. طبعا اهو يا جماعة البيض اهو اللي احنا خدناه كان متباض في نفس الوقت تقريبا، دول محصيين نفس الوقت اللي هو ذكرها هرب في موضوع السلك، الدليل اهو يا جماعة انا محضن اربعة معهم زغليل لسه فأسة. عايز اقول لك برضو تأثير الخميرة هتلاقيه هتشوفوا لما تجربوا تأثير الخميرة لما انا حضرتها بالشكل ده. طبعا تركيب الباب النهاردة كان مطرة جدا، كنت ناوي ان انا اركب الباب النهاردة لكن النهاردة مطرة جدا، فقلت ايه بدل ما اشتغل في المطرة كده نسيبه لبكرة او اليوم يكون الجو كويس. بس حضرتك يعني شفت الباب برضه هنرجع نشوفه تاني. هي اهو فكرة الباب، شوف فكرة الباب ان احنا برضه هنغطي هنا السقف بالسلك كده اهو بحيث الحمامة اللي تخرج والباب هنيجي يركب في المكان ده يبقى باب تاني بالشكل ده هنا كده، لما يركب الباب هنا هيبقى بابين، حتى لو انا دخلت وسبت الباب ده مفتوح الحمامة اللي هتخرج هتبقى كده، لان انت بتيجي تفتح تلاقي الحمامة خرجت زي ما انت هتشوف دلوقتي كده وانا لسه بفتح الباب الصاج ده، هي بتيجي تقابلني عشان اكل بتروح طايرة من الايه من الباب كده وهي مش قصدها انها تخرج، يعني هي قصدها تقابلني عشان انا جاي اكل يعني. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو مكنتش مشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.